مساء الخير يا حبيبتي. مساء الخير. كويس، كنت خايف اجي ما الاقيكيش جاهزه. والله كمان انا رايحه غصب عني، هو لازم احضر. بقى ده كلام، حفله معموله بمناسبه تعيين مدير مبيعات الشركه، معقول ما تكونيش موجوده معايا؟ ما فيهاش حاجه، المهم انت اللي تكون موجود. وانا من غيرك اساوي حاجه؟ يلا يا حبيبي يلا، ده يومنا النهارده. ده كان زميلي في الكلية وكان بيسقط على طول الخط. يا سيدي الدنيا ماشية كده، مش بيقولوا هو كل راجل عظيم؟ على رأيك. صحتك. ويعملوا لك حفلة زي دي. ما أظنش. سيداتي وسادتي، إن هذا الحفل الذي نقيمه للأستاذ كمال شكري لهو أبسط اعتراف من الشركة بمجهوداته في مجال الصناعة والتجارة. فإذا نحن أجرينا مقارنة بين حجم الاستثمارات شركة التجارة هذا العام وحجمها في العام الماضي، لاتضح لحضراتكم ما أتاه السيد كمال شكري من جهد. كانت ميزانية الاستثمارات في العام الماضي 300,000 جنيه، فزادت في هذا العام بنسبة 35%. وبفضل الأستاذ كمال واتصالاته الشخصية فتحنا أسواقا جديدة في القارة الإفريقية
ونأمل أن يمتد نشاطه إلى باقي القارات. ازاي؟ مين كان يصدق؟ حبيب امه بس بلاش عياط بقى يا عمر. بس يلا حبيبي بس يا بوس بس يا عمر حبيب ماما. يلا طيب 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 جاي اهو. الله ادخل يا عم صالح. الخضار يا ست هان حطه جوه على الترابيزه في المطبخ. باقي من الحساب قرشين على الترابيزه برضه. كمان لسه 20 يوم على اخر الشهر ومش فاضل معايا الا 2 جنيه. يعني ما احناش كلام على المصروف اللي هو احنا بناكل. اصل مش عارفه اتصرف اجيبها شمال اجيبها يمين. عشان اعمل لك ايه بس؟ 22 جنيه عمي اللي باخده، 5 جنيه للشقه، 3 جنيه للمواصلات، 2 جنيه للسجاير، وال 12 اللي فاضلين بديهم لك. ال 12 دول مش مكفيين، من يوم ما اتجوزت مش قادر اروح فستان. يعني انا اللي ببعز على نفسي؟ مش قصدي، بس بالطريقه دي مش عارفين نعيش. عشان اعمل لك ايه بس؟ اسرق؟ انا هدور على شغل، لازم اشتغل. اشتغلي تتنيلي، اعملي اللي يعجبك، عشت ايه الهباب دي؟ بلا من يوم ما شفتك. عندي في البوتيك. يا ريت يا حبيبتي ما انت عارفه. اصلح لك الفساتين عندي في البيت. اشتغل لك بالحته. مش اقل له هطلع لي بخمسه سته جنيه في الشهر، اهم ينفعوا. قلت ايه؟ والله يا هناء وحياتي عندك يا سميحه. انا تعبت قوي. ساعديني. طيب. اتفضل يا كاظم بيه. ميرسي. ايدي الفاتوره على الحساب. حاضر. عن إذنك. اتفضلي. ألو؟ أهلا يا قمر، إزيك؟ عندك سهرة الليلة دي؟ من بختك وصلت لي النهاردة بضاعة. لا مؤاخذة اللي كنت بطلع. موجودة في باريس كلها. بس اللي فهمته إنك بتدوري على شغل. أيوة يا فندم. ولا تحب أبعت؟ تعرفي تكتبي على الآلة كدبة؟ أتعلم يا فندم. طيب كويس. أنا بدور على سكرتير، ده عنواني. باي باي يا سميحة. باي باي. مبروك يا حبيبتي. على ايه؟ وانا لسه اشتغلت. انت عارفه ده مين؟ دي النجده اللي جاتلك من السما. اه يا حلوه، لو شغلك عنده لا تقولي لا خيطلك فستان ولا اشتغلك بالحته. هتشتغلي فتره تحت التمرين وانت وشطارتك بقى. متشكره يا بشرفش. ولو انبسطت من شغلك هنبقى ساعتها نحدد المرتب. وفتره التمرين دي مش حابب ما هي يعني؟ ما هي رمزية. نقول 10 جنيه في الشهر. موافقة. فالحة. تكسبي 10 جنيه في الشهر. ندفع 7 جنيه شغالها عشان تاخد بالها من الولد. و3 جنيه أكلها، يعني ما عملناش حاجة. وعدني لو انبسط من شغلي هيزود مرتبي. تتعرفي تعملي حاجة عشان يتبسط من شغلك؟ أديني بتعلم اختزال. وإن شاء الله ال 10 جنيه هيبقوا 20. مش خروحي كده. بكرة تشوف. ردا على خطابكم المؤرخ 17 يناير، نحيط سيادتكم علما بأن الطلب المقدم منكم هو كل يوم نفس الفستان يا هناء. ست حلوة زيك لازم تلبس اللي يناسب جمالها. حاضر يا فندم، لما ظروفي تتحسن شوية. اسمعي، أنت سميحة مش صاحبتك، فوتي عليها، نقي اللي يعجبك، وأنا أحسن طمن من ماهيتك. بس سميحة فساتينها غالي أوي، والبيت أولى يا فندم. البيت ما تشيليش همه، أنا هساعدك.
مش فاهم يا هناء. أنا إنسان بيقدر الجمال وبيحبه. عبيطة، عايز أنا أقول لك إيه؟ يا سميحة ده عارض عليا يساعدك، ومقابل المساعدة دي تكوني لطيفة معاه. يا حبيبتي الدنيا كده والرجالة كده، يا الشرف والفقر والعكننة، يا الفلوس والنغنغة، وساعتها شرف ولا مش شرف كلهم بيحترموك ويقولوا لك يا هانم. أنا كنت متأكد إنك هتطردي من الشغل. يلا دلوقتي البسي عشان نحضر الحفلة اللي في نادي الشركة. وعمر هعمل فيه إيه؟ سيبيه عند الجيران. طب ما تروح أنت لوحدك. إذا كان كل واحد جايب مراته معاه. كمان يا كمال ما عنديش حاجة عدل ألبسها. ليه؟ الفستان البامبا ماله؟ ما هو كويس. يلا 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 البسي بلاش نكد يلا. تيجي هنا نقعد جوه مع الناس.